اهلا بكم في قناتي توتي فودي. النهارده هعمل معاكم اصابع التمر او اصابع العجوه، وهنشكلها كمان باشكال مختلفه. ان شاء الله تشوفوا طريقتي وتعجبكم. المكونات بتاعتي عباره عن نص كيلو دقيق، نص كيلو سمسم، معلقتين كبار زبده، معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار لبن بودره، بيضتين، معلقه ملح صغيره، معلقه بيكنج باودر، معلقتين قرفة، والبلح بتاعي. لو عندك عجوة يبقى كويس، ما عندكيش انا جبت البلح وهضربه في الكبة، هضيف معاه معلقتين زبدة، وهضربه تاني كويس جدا. معلقتين الزبدة بتوع البلح غير معلقتين الزبدة بتوع العجينة. ده شكل البلح بعد ما اتضرب كويس، ده شكله النهائي زي ما انتم شايفين. هفضي البلح بتاعي، وبعد كده هجيب طاسة او حلة زي ما تحبي، وهسخن السمسم. فبالمرة هسخن السمسم الاول، وبعد كده هضيف عليه البلح بتاعي. حطيت الزبده، حطيت فيها السمسم، هقلب كويس جدا عشان يتحمر شويه، وهضيف العجوه، هقلبها كويس جدا عشان احس ان هي بقت متماسكه مع السمسم وناشفه كده وكويسه، وهطفي عليها لمده 5 دقايق مش اكتر، واسيبها تبرد شويه. هبدأ أعمل العجينة بتاعتي. هجيب الكف بتاع المضرب دوت اللي هو على شكل الويسك أو المضرب، وهضيف المكونات السائلة بتاعتي مع السكر، أحط الزبدة أو البيض. بعد كده الزبدة، وهسيبهم يتخلطوا كويس جدا مع بعض لحد ما يتشكلوا مع بعضهم كويس جدا ويبقى منظرهم بالشكل دوت. هبدا اغير الكف بتاع العجان واحط الكف التاني عشان هشتغل بالدقيق. هحط الدقيق، احط اللبن بودره، احط النشا، ملح، البيكنج باودر، واقلب كويس جدا. طبعا انا عملت العجينه بالعجان وعملتها على ايدي، لقيت ان اللي بالايد احسن بكتير من اللي بالعجان. اللي انا عجنتها على ايدي احسن بكتير من اللي بالعجان، فاللي ما عندوش عجان يبقى حلو قوي ويعجنها بالايد. لقيت ان العجينه محتاجه حاجه سايله تاني عشان لسه مش متماسكه، حطيت لها حوالي ربع كوبايه لبن عشان تمسك مع بعضها. ده شكل العجينه بعد ما خلاص كل المكونات دخلت فيها. هبدأ أجهز للغلاف الخارجي للأصابع بتاعت التمر أو البلح. حطيت السمسم، حطيت عليه معلقتين عسل كبار، وعليه معلقتين مية، وهقلب كويس جدا. والطريقة دي هتخلي السمسم يلزق في الصوابع ما يقعش منها. هجيب كيس بلاستيك عشان أعرف أشتغل عليه عشان ما تلزقش مني العجينة، واخد حتت صغيرة اضغط عليها بايدي كده زي ما انتم شايفين، وبالنشابة لو عندك. بعد كده اجيب سكينة اساوي العجينة، طبعا كل العجين ده هرجع اشتغل بيه تاني. هجيب العجوة بتاعتي بالسمسم، هضيف عليها معلقة قرفة كبيرة او المعلقتين القرفة زي ما انتم شايفين، وهقلب. هقلبها كويس جدا. بعد كده هبدأ بقى اخد الحشوة زي ما انت عايزة، بتحبي العجوة كتير قليل، دي حرية شخصية، انت حرة. هعملها على شكل صوابع، احنا بنحب العجوة كتير في العجينة، فانا هحط العجوة كتير زي ما انتم شايفين، وهبدأ ألفها، وهقطع الزيادة من العجين لأن احنا مش بنحب فيها عجين كتير، فهقطع كل الزيادات وهلف الرول بتاعي كده زي ما انتم شايفين، وهاخده على الصينية بتاعت السمسم كله،
واغلفه كويس جدا، وابدأ اقطعه بالاشكال اللي انا عايزاها، صوابع طويلة صوابع قصيرة، الاشكال اللي تعجبك بتقطعي بيها. ده شكل الصوابع بعد ما اتعملت. هجيب صينية دهنها زيت، هوزع الزيت في كل الاتجاهات بتاع الصينية، وهبدأ أرص الصوابع بتاعتي. بعد كده هكمل نفس الحكاية في باقي العجين. هجيب قطعة عجين وافردها كويس جدا، واقطع الزيادات، واجيب العجوة هعملها على شكل رول واضيفها في العجين، وهلف كويس. وهنا قطعتها صوابع صغيرة، طبعا نسيت احط فيها السمسم قبل ما اقطعها، بس مش مشكلة، حطيته بعد ما قطعتها وعملتها صوابع صغيرة. جبت صينية تاني للصوابع الصغيرة. هنا العجينة ديت عملتها بس باظت مني، حسيت ان العجينة ما كانتش ماسكة قوي ومشققة زي ما انتم شايفين، ودخلت مني في العجوة، فلقيت ان انسب حل ليها ان انا اعملها كور فوق كده، علشان هي خلاص العجينة بقت مختلطة بالعجوة مش هعرف احلها. فلقيت ان انا اقطعها عادي واعملها دوائر صغيرة زي ما انتم شايفين. وهنا باقي العجينة اكرر نفس الحكاية، احط جواها العجوة وهلفها، وهقطع العجين الزيادة، وهلف الرول حلو قوي، وهعملها على شكل دوائر صغيرة كأنها قرص صغيرة بس مفرغة من النص. وهغلفها تاني بالسمسم. طبعا العجينة ديت كانت خفيفة قوي، كان محتاجة ان هي تتقل، بس انا عندي بيحبوا العجوة اكتر من العجين، علشان كده تبان ان هي مشققة شوية في الدوائر. وهبدأ ارص كل الاشكال اللي عملناها مع بعض، دوائر صغيرة، كور، صوابع كبيرة وصوابع صغيرة. هدخلها على فرن 170 لمدة ربع ساعة او تلت ساعة، وحسب حرارة الفرن. تخلي بالك كويس جدا عشان ما تحرقش منك، ولو لقيتي مع الوقت محتاجة توطي عليها شوية علشان تاخد لون من فوق ومن تحت زي ما انتم شايفين. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، وتبعتوا الفيديو لأهلكم وأصحابكم، وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، واشوفكم في فيديو جديد. ربنا معاكم، سلام.